أهلا بكم. لماذا يظل مصير المغيبين والمعتقلين في السجون السرية في العراق مجهولا؟ هل بات التغييب القسري ضمن سلسلة مشروع التغيير الديمغرافي؟ ناشطون ومدونون وإعلاميون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي دفعهم إهمال المغيبين وملف المغيبين ومطالبات ذويهم بالكشف عن مصيرهم دفعهم إلى إطلاق وسم حمل عنوان وينهم؟ طالبوا فيه السلطات الحكومية بالكشف عن مصير الذين غيبوا قسرا في العراق، إذ كشفوا عن وجود أكثر من 4000 مغيب قسرا في صلاح الدين وأكثر من 1800 في سمراء، بالإضافة إلى أضعاف هذه الأعداد من المغيبين في ناحية جرف الصخر شمالي بابل والصقلاوية وغيرها من المدن في العراق على يد الميليشيات المسلحة والقوات الحكومية، رغم انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في هذه المحافظات. نضع تحت الضوء أسباب استمرار التغييب القسري في العراق ودلالات تصاعد المطالبات الشعبية بالكشف عن مصير المغيبين المجهول. نتابع هذا التقرير. السياسات التي طبعت في حكم العراق منذ عام 2003 كانت تسعى دوما لجعله متأخرا في جميع الميادين إلا في عدد المفقودين والمغيبين قسريا، فقد جعلته الأول على مستوى العالم. اللجنة الدولية لشأن المفقودين في الأمم المتحدة أكدت أنها تتعامل مع ملف يوثق ما بين 250 ألف إلى مليون مفقود في العراق. أما منظمة Human Rights Watch فقد سبق لها أن اتهمت الجيش الحكومي والميليشيات بممارسة الإخفاء القسري للضحايا، وقالت المنظمة إنها وثقت من بين الضحايا المغيبين أطفالاً وصبياناً اعتقلوا على يد قوات حكومية وميليشيات مسلحة. ناشطون ومدونون وإعلاميون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي دفعهم إهمال ملف المغيبين ومطالبات ذويهم بالكشف عن مصيرهم إلى إطلاق وسم حمل عنوان وينهم؟ طالبوا فيه السلطات الحكومية بالكشف عن مصير المغيبين قسرا في العراق. الناشطون أوضحوا أنه على الرغم من انحسار وجود تنظيم داعش إلا أنه لا يزال الآلاف من العراقيين بين مختطفين ومغيبين ومعتقلين، وكشفوا أن هناك أكثر من 4000 مغيب قسرا في صلاح الدين وأكثر من 1800 في سامراء، وأضعف هذه الأعداد ببقية المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش. أما المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فقد أكد أن الآلاف من العراقيين أخفوا قسريا خلال الأعوام الماضية على يد ميليشيات مسلحة أو حتى القوات الحكومية، محملا السلطات الحكومية كامل المسؤولية في الكشف عن مصيرهم وأوضاعهم. بدوره قال المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب إن ملف المغيبين في العراق لم يعد يتحمل السكوت عنه، مطالبا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك سريعا وفق القانون الدولي والمعاهدات الدولية للبحث عنهم. المهجرون من منطقة جرف الصخر شمالي بابل أصبحت أوضاعهم المعيشية تتجه من سيء إلى أسوأ في ظل استمرار إخفاء أبنائهم، مؤكدين أنهم وبعد 6 سنوات على استعادة مناطقهم لم يستطيعوا العودة إليها، في وقت تسيطر ميليشيات الحشد على المنطقة وحولتها إلى سجن ومعسكر لها يدار من قبل هذه الميليشيات برعاية إيرانية واضحة، بحسب تصريح سابق لرئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي. أرحب بداية في ضيوفي بهذه الحلقة الأساتذة الكرام من إسطنبول، السيد نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ نظير الكندوري. حياكم الله. وأرحب أيضا بالأستاذ محمد عماد الباحث القانوني في المركز الأورو المتوسطي، انضم معنا من إسطنبول. أستاذ محمد مرحبا بك. مرحبا بكم، أهلا وسهلا. وأرحب أيضا من عمان الأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر الفرحان مرحبا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا بضيوفي الكرام. أبدأ معك أستاذ نظير، تابعت هذه الحملة التي أطلقها ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان وينهم لمعرفة مصير المغيبين قسريا في العراق وكذلك في السجون السرية على يد
ميليشيات المسلحة وأيضا القوات الحكومية رغم انتهاء العمليات العسكرية على تنظيم داعش. كيف يعني تابعتم هذه الحملة أستاذ نظير؟ يعني الحقيقة هذه الحملة من حملات عديدة قام بها المحتشدون العراقيون في الفترة السابقة، لكن تأتي أهمية هذه الحملة الجديدة متزامنة مع استلام منتظم رئاسة و يعني تذكيره بما تعهد به بأنه سيكون من أولى الملفات التي سيعمل بها جاع النازحين إلى مناطقه، ملفات المغيبين كذلك الذين تم قتلهم في ساحات التظاهر. وحتى الآن وبعد مضي أكثر من شهر نجد أن هذه الملفات يكاد تطول في النسيان وتنتهي حكومة الكاظمي نهج الحكومات السابقة في التعمية والتشكيك في موضوع المغيبين، والبعض من الحكومة يتهم بأن هؤلاء المغيبين هم إلا عناصر هاتفها على داعش وهكذا بكل بساطة. حقيقة يجب يعني دعم مثل هكذا لأهداف عديدة. أولا لتعرية هذا النظام السياسي بمختلف حكومات السابقة تمام. أستاذ نظير الكندوري أعتذر منك، إلى أن يتم تأمين الصوت بشكل جيد حتى نستمع إليك ويستمع إليك السادة المشاهدون أيضا، سنعاود الاتصال بك مرة أخرى. أرحب بالأستاذ محمد عماد الباحث القانوني في مركز الأورو المتوسطي. أستاذ محمد، يعني تحدثتم عن وجود آلاف العراقيين قد أخفوا قسريا على يد الميليشيات والقوات الحكومية، كيف رصدتم ذلك؟ نعم، في البداية تحية لكم وللسادة المشاهدين ولضيوفك الأكارم، وأنطلق من سؤال حضرتك عن توثيقنا أو كيفية عملنا في جمهورية العراق ورصد الأرقام التي نقوم بنشرها على شكل متتابع في تقاريرنا وبياناتنا العاجلة بخصوص الأوضاع الراهنة في جمهورية العراق. حقيقة نقوم بالتواصل مع العديد من الأطراف سواء كانت محلية أو بعض المؤسسات الحقوقية أيضا العاملة هناك في الأراضي العراقية، إضافة إلى الممثلين الخاصين بنا الذين يقومون برصد الأرقام التي تؤشر على ارتفاع متزايد ومهول جدا في عدد الانتهاكات التي يواجهها المواطن العراقي، وخاصة في الملف الأكثر أهمية الذي يطفو على السطح الآن وهو ملف المخفون قسريا على يد قوات الأمن العراقية والميليشيات المسلحة. طبعا بطبيعة الحال تابعنا الحملة الأخيرة التي أطلقها الناشطون والمغردون والتي حملت هاشتاج وينهم، والتي كان لها صدى نوعا ما مهم جدا في هذه الايام في التاثير او بدايه خلق نوع من التاثير على المستوى الدولي من اجل جلب الانتباه الدولي لتحريك هذا الملف على كافه الاصعده من اجل بحث وبيان اين ذهب اولئك الاشخاص الذين جاوز عددهم بالمناسبه ربع مليون مقاومه قسريا الان في جمهوريه العراق. نعم، نعلم ان هناك بعض التقارير تقول ان هناك بعض الالاف سواء في طبعا في بعض المدن اللجنة أو الدولية للمفقودين العراقية، لكن الأرقام أستاذ محمد يعني تشير اللجنة الدولية للمفقودين إلى وجود أكثر أو ما بين 250 ألفا إلى مليون مفقود منذ احتلال العراق وحتى الآن. بالفعل هي الأرقام إلى عام 2015 كان عدد المفقودين القسريين أكثر من ربع مليون مواطن عراقي، وهذه الأرقام زادت بالمناسبة في هذه في الأيام الأخيرة خصوصا في بعض اندلاع الاحتجاجات داخل جمهورية العراق، وهذا ما رصدناه. لكن الأمر الذي كان مؤشر هو خطير على انتهاكات حقوق الإنسان والغير مبرر حقيقة من طرف الحكومة العراقية، هو تكاتف وتقاطع الأهداف التي رصدناها بين الحكومة أو قوات الأمن العراقية مع بعض الميليشيات المسلحة. طرحنا هذا السؤال وهذا التساؤل أكثر من مرة عبر رسائل أرسلناها إلى الحكومة العراقية، لكن لم نتلقى أي جواب كيف يكون هناك تقاطع بين ما تقوم به الحكومة العراقية والميليشيات المسلحة في اختطاف وإخفاء العديد من الناشطين والأفراد والمشاركين في التظاهرات العراقية وأي شخص يخالف أيديولوجية الحكومة العراقية. لكن للأسف يبدو أن أصبحت الآن الأهداف واضحة أو بشكل جلي أو الممارسات أصبحت على أرض الواقع تؤشر على أن هناك تكاتف وتعاطف أو تعاضد بين الجهات الحكومية والجهات الخارجة عن القانون في اختطاف والإمعان في الانتهاكات بحق المواطنين العراقيين. نعم،
شكرا لك سعود، وإليك مرة أخرى أستاذ محمد عماد. بالعودة إليك أستاذ نظير الكندوري، من ضمن متابعاتكم لحيثيات ما جرى هذه الحملة التي أطلقت، ربما ليست الحملة الأولى، هناك الكثير من التقارير التي صدرت وأيضا الكثير من الحملات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن الآن في ظل هذه الظروف، يعني متابعتكم لهذه الحملة، وما هي النقاط التي وقفتم عليها؟ نعم، يعني أتمنى يكون الصوت جيد هذه الآن المرة. جيد. نعم سيدي. أنا فقط أقول يعني أن الهدف من هذه الحملة هو يعني توعية الرأي العام سواء في الداخل العراقي أو خارج العراق بأن هناك ضحايا قد تم تغييبهم بالقصر من قبل هذه الميليشيات الطائفية والتي كانت تتعامل مع أبناء المكون العربي السني بطائفية لأهداف قد تم رسمها من قبل دولة جارة لها أهداف التغيير. من هي هذه الدولة الجارة؟ طبعا النظام الإيراني أقصد به. نعم. لكن أنا أقصد أن هذا الحملة يجب أن ترتقي إلى مستوى أن تحرك الرأي العام، وقد نجحت إلى حد ما في تحريك هذا الرأي العام بدليل أن كثير من وسائل الإعلامية سواء صحف إلكترونية أو قنوات فضائية قد ذكرت هذه الحملة التي وصل يعني الترند إلها الأول يكون في العراق في غضون ساعات، والواجب استمرار مثل هكذا حملات إلى الوصول إلى مرحلة تدويل هذه القضية. وقد رأينا أن يعني مركز جنيف للعدالة ذكر في تقرير جديد له بأن كل يعني عمليات التحقيق التي تقوم بها الحكومة لا تفضي إلى شيء وهي غير نزيهة، وبالتالي هذا المركز مركز جنيف الدولي يطالب بأن تكون هناك تحقيقات دولية في موضوع التغييب وموضوع انتهاك حقوق الإنسان في العراق. ونحن أيضا يجب أن نكون يعني الناشطين والمثقفين العراقيين أن يطالبوا في مسألة تدويل قضية في هذه النقطة في أستاذ موضوع نظير المغيبين وانتهاك حقوق الإنسان. اسمح لي في هذه النقطة سأعود إليك مرة أخرى، ورحب بالأستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر، يعني هذه الحملة جلب انتباه العالم لما يجري في العراق من تغييب قسري ومن انتهاكات بحقوق الإنسان، جرائم ضد الإنسانية. يعني في هذا الأمر مركز جنيف الدولي طالب بإجراء تحقيقات دولية بهذا الشأن، لماذا العالم طول هذه المدة من عمليات التغييب القسري منذ ما قبل دخول داعش إلى العراق وما بعدها وإلى الآن مستمرة، لماذا لم يتم إجراء أي تحقيق دولي بهذا الشأن؟ بداية تحية لك وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. ويعد ملف الإخفاء القسري المصنف قانونيا وهو من يعني أكبر الملفات يعني أهمية في أروقة الأمم المتحدة وفي المجتمع الدولي، ولا سيما أن هذا يأتي من أنه ليس يعني وقعة الإجرام على الضحية فقط، وإنما يعود وقعه على جميع المجتمع، يعني الأسرة، الجار، المدينة، الحي، المحافظة، كل جميع هؤلاء المجتمع هم يتضررون بمجرد إخفاء القسري. حقيقة أنه هذا يعني ليس فقط في قبل 2005 أو قبل 2006، ولكن منذ 2003 وإلى اليوم. وعملية الإخفاء القسري جرت في عدة مراحل. المرحلة الأولى منذ الاحتلال إلى عام 2005، من 2003 إلى 2005، حيث كان دور الاحتلال الأمريكي في هذا الأمر دورا كبيرا، وقد أخفى المئات من والآلاف من المدنيين في المناطق التي دخل إليها. ومن ثم بعد جاءت 2005 الفتنة الطائفية وإطلاق سراح يد الميليشيات التي تعبث في العراق جملة وتفصيلا، قد أضرت هذه الكثير من عمليات الإخفاء القسري بحق المدنيين دون حسيب ولا رقيب، وأصبحت هذه الميليشيات من ذاك الوقت إلى هذا اليوم
وهي سلطة فوق القانون ولا يمكن أن تردع بأي طرف ولا تردع بأي قانون ولا تردع بأي ضمير ولا من غيره من وسائل الردع الدولية. بعد 2005 وجاءت فترة 2014 إلى اليوم، وهذه الفترة التي شهدت نزاعا مسلحا داخليا ما بين أطراف النزاع الميليشيات والقوات الحكومية من طرف والتنظيم داعش من طرف آخر، وهؤلاء جميعهم أطراف النزاع تسببوا في الكثير من العمليات الإخفاء القسري. العملية الإخفاء القسري هذه هي جملة وتفصيلا في أروقة الأمم المتحدة، وسواء كانت الآن في العراق هي عملية سياسية بامتياز ولا يطغى عليها الطابع القانوني. نحن نريد من هذه الحملة ومن هذه ليس فقط تأجيج الرأي العالمي أو لفت الانظار المجتمع الدولي إلى هذه الحالة، وإنما نريد يعني من خلال هذه الحملة أن تكون هناك إجراءات قانونية دولية، في حين أن المحاكم الداخلية والإجراءات الداخلية قد فشلت تماما وقد عجزت عن الوصول إلى الحقائق بصورة داخلية وبصورة وطنية كما يقال في القانون. وهذا يستدعي إلى أن المجتمع الدولي عندما يرى أن هذه الحالة قد عجزت عنها المحاكم الداخلية والقضاء الداخلي والحكومة في تقصي الحقائق وفي تشكيل اللجان وفي إيجاد مصير هؤلاء، فإنه على عاتق المجتمع الدولي، إذن سنتطرق عليها لاحقا إن شاء الله. طيب، في إن شاء ثلاثة الله. مراحل: تدخل المجتمع الدولي وتدويل هذه القضية من حيث أنها تمس الأمن والسلم الدوليين، وبالتالي يحق للمحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن والأطراف في المحكمة الجنائية الدولية من التدخل فورا في يعني معرفة مصير هؤلاء المخفيين القسريين في العراق وفي غيره من الدول. ابقى معي أستاذ عمر الفرحان، أعود إليك أستاذ محمد عماد. أستاذ محمد، يعني هي عملية سياسية، هي عملية التغييب طبعا التي تجري في العراق، التغييب القسري. هذه الانتهاكات تتم بشكل أو بطابع سياسي دون أن يطغى عليها أي طابع قانوني. يعني المجتمع الدولي الآن بعد أن أدرك أن المحاكم أو يرى، وبالتأكيد من خلال ما تشير إليه تقارير المنظمات الحقوقية والمنظمات الإنسانية، ومنها يعني الكثير منها المؤسسة التي أنتم تعملون بها، صار الآن واضحا وجليا على المجتمع الدولي أن المحاكم الداخلية في العراق هي فشلت في إنقاذ هؤلاء المغيبين قسريا. هل يمكن أو إلى أي مدى ترى أن هذه القضية يمكن أن تصل إلى قضية أو إلى مرحلة التدويل؟ نعم، نحن نتوقع أنه يجب الآن ننتقل من الإطار الوطني إلى الإطار الدولي في إطار تدوير هذه القضية وتسليط الضوء عليها، بل والمطالبة بأن يكون هناك البدء في إجراءات التحقيق والملاحقة الجنائية، خصوصا وأن تلك الجرائم تدخل في إطار عمل المحكمة الجنائية الدولية طالما أنها وصفت بأنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية طبقا لميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية. هذا أولا. ثانيا، انهيار المنظومة القضائية للأسف، ورصدنا العديد من الحالات، كان هناك حالات فساد داخل النظام القضائي في العراق وتلقي الرشاوي وخروج بعض الأشخاص من داخل المعتقلات الذين كانوا مقتون قسريا عفوا بالمناسبة، وتم دفع المبالغ الطائلة من الرشاوي كي يتم إخراجهم، فدخلوهم داخل تلك المعتقلات دون أي محاكمات قانونية وخرج دون محاكمات قانونية، بل على العكس من ذلك أعطانا هذا الأمر انطباعا بأن منظومة القضاء الحالية في جمهورية العراق لا ترقى لأن تقوم بالتحقيق في الجرائم المنسوبة للقوات الأمنية وللميليشيات المسلحة، لا سيما ونحن نتحدث عن أعداد مهولة بمئات الآلاف تحتاج إلى لجان تقصي حقائق بالمناسبة. هذا أولا، وأيضا بحاجة إلى أن يكون هناك إصلاح للنظام الداخلي العراقي من أجل الرقابة على النظام القضائي لتأهيله فيما بعد من أجل تطبيق القوانين وإرجاع الحقوق لأصحابها على مستوى المواطن العراقي. وبالتالي نحن إذا أردنا أن نتحدث عن عملية تدوير هذه القضية على المستوى الدولي أو إظهارها على المستوى الدولي، فالآن حان دور مجلس الأمن كون أنه الأداة التنفيذية من أجل البدء بخطوات عملية على أرض الواقع لضمان وقف تلك الانتهاكات. هذا أولا. وأيضا
لضمان تقديم المخالفين للقواعد القانونية للعدالة من أجل توقيع العقوبات المناسبة عن الجرائم التي ارتكبوها طيلة السنوات السابقة. نعم. أستاذ نظير، بالعودة إليك، نائب السابق عبد الكريم عبطان تحدث في تصريح له، قال: أبلغني رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أن رئيس الوزراء أن قضية جرف الصخر هي خارج سيطرة الحكومة، يعني هم عاجزون عن فعل شيء تجاه جرف الصخر والمغيبين أو المهجرين من جرف الصخر، وأن القضية قال إنها هي قضية يعني تعتمد على إيران، أو فقط إيران هي العامل الأساس الفاعل في التحكم بمصير هذه القضية. لماذا من وجهة نظرك جرف الصخر، وما علاقة إيران بجرف الصخر والميليشيات؟ وهناك أيضا يعني مصادر تتحدث عن وجود صواريخ وذخائر تابعة للميليشيات في هذه المنطقة. نعم أخي العزيز، يعني هذا الخبر الذي ذكرته هو ليس جديد وليس يعني مستغرب، بحكم أن إيران لها اليد الطويلة في الملف العراقي، لديها التحكم الكامل سواء في الميليشيات حتى القوات الحكومية من الجيش والشرطة. لذلك يعني ليس مصطفى الكاظمي فقط، إنما رؤساء وزراء الذين سبقوا أيضا كانت لا يمتلكون صلاحيات في التدخل في موضوع جرف الصخر، بل وحتى في مواضيع أخرى تتعلق بالمناطق التي كان يحتلها داعش. بل إن كثير أقطاب النظام السياسي يصرحون وكأنهم لا حول لهم ولا قوة، بحيث لهم تغريدة جديدة لأياد علاوي الذي هو أحد رموز هذا النظام، يقول: عن أي نصر تتحدثون؟ يقصد النصر على داعش، يعني عن أي نصر تتحدثون وأفواج الباحثين عن وطن والنازحين والمهجرين والجياع ما زالت يعني أعدادها بالملايين. وبالتالي هو يقصد أن الانتصار العسكري على عصابة داعش يحقق النصر الحقيقي عليها، لأن يعني مثل هذه الظروف المأساوية التي يصفها ممكن أن يخلق داعش وغيرها يعني من منظمات الإرهاب. وهذا الكلام مردود عليه كونك أنه أنت جزء من هذا النظام، ما هو دورك لإلغاء مثل هذه الأمور؟ ما هو دورك لمحاربة الأسباب التي جعلت مثل داعش وغيرها تظهر؟ وما هو دورك في لجن التوحش الذي تقوم فيه الميليشيات والتوحش الذي تقوم فيه حتى السلطات الحكومية؟ نحن هنا أمام نظام سياسي عاجز عن تقول لا لأي قرار إيراني أو أي إرادة إيرانية، وما زال النظام السياسي العراقي أسيرا لهذه الأجندة الإيرانية. فليس من المستغرب أن يكون الكاظمي عاجز عن فعل هذا الشيء. لماذا أستاذ نظير، يعني تحديدا المناطق الغربية خاصة، يعني عندما يخرج وزير الدفاع الحالي ويتحدث عن أن تنظيم داعش هو 80% هو من السنة، وهو تنظيم يعني منتشر في المناطق الغربية تحديدا، يعني هل في هذه أو في هذا التصريح إشارة إلى أمر ما سيحدث مستقبلا، إلى عمليات تغييب قسري ستستمر أو ستبدأ وفي هذه المناطق وربما تستمر إلى أبد بعيد؟ نعم أخي الكريم، يعني هذا وزير الدفاع، هذا الشخصية الهزيلة جمعة عناد أعتقد اسمه، نعم جمعة، ما هو إلا يعني ينطبق عليه الوصف الذي يتم وصفه من قبل الشعب العراقي على مواقع التواصل بين قوسين فيل، وإلا من غير المعقول لشخصية مثل وزير الدفاع أن يتفوه ويتهجم على مكون أساسي من مكونات الشعب العراقي. كيف لك بأن تتهم الغربية والمناطق والمحافظات السنية بأنها هي من دعمت الإرهاب أو هي الحاضنة هناك الشعبية؟ هناك رقم أشار إليه وهو رقم كبير، يعني 80%. نعم، هذا ما تريد يعني الأجندة الإيرانية من خلال شيطنة السنة، من خلال اتهامهم بالإرهاب واستمرار العمليات العسكرية في مناطقهم، إلى أن يصلوا إلى مرحلة لتحويل هذا المكون الأساسي الكبير إلى عبارة عن أقلية صغيرة لا تختلف عن الأقليات التي أعدادها تكون بمئات الآلاف وليس بالملايين. أنا يعني أقول هذا الرئيس أو وزير الدفاع يجب أن يتم محاسبته على هذه التصريحات. هو يتكلم بطائفية
والعجيب أنه هو محسوب على السنة ويتكلم بطائفية ضد أهل السنة، كل هذا الكلام إرضاء لأسيادة القابعين في إيران. يعني إلى أي مدى وصلت الذلة ووصل الولاء الأعمى للنظام الإيراني، بحيث أنه تكون أنت معول لتهديم النسيج الاجتماعي للشعب العراقي، تتهجم على مكونات أساسية في المجتمع العراقي. يجب أن، يعني أنا أدعو الناشطين في مواقع التواصل أن يرفعوا هاشتاج جديد لإدانة تصريحات هذا جمعة عناد وإنكارها والبرهن على أنه هذا ما هو إلا مجرد ذيل من أذيال الإيراني. نعم. بالعودة إليك أستاذ عمر الفرحان، يعني إذا كانت هذه العملية عملية سياسية لا يطغى عليها أي طابع قانوني، ماذا على ذوي المفقودين والمغيبين قسريا فعله؟ نعم، يعني الآن يجب أن يتحركوا نحو القضاء الداخلي حتى نسقط الحجة الأولى أو العقبة الأولى في الوصول إلى التدويل الدولي والوصول إلى المحكمة الجنائية الدولية. هناك خطوات يجب على ذوي الضحايا وعلى المحامين وعلى الناشطين وعلى الإعلاميين الانتباه إليها جيدا والسعي إلى تحقيقها في كافة المناطق المنكوبة، ومنها أولا يعني ملء الاستمارات، والمركز العراقي دائما لديه استمارة ويبعثها ويعني ينشرها على مواقع تويتر والفيسبوك والبريد الإلكتروني ويبعثها للناس جميعا الذين لديهم ذوي الضحايا. نوثق هذه العمليات وهؤلاء الضحايا بشكل قانوني من الاسم وكيفية الإخفاء وكيفية يعني الأمور الأخرى التي جرت أثناء الاعتقال ومن شاهد على الاعتقال ومن هم الجهات التي قامت بالاعتقال وماذا يرتدون والهوية الشخصية الثبوتية لهذا الضحية وصورته الشخصية، وبالتالي نقدم هذه الشكوى إلى أو يقومون هؤلاء أهالي الضحايا بتقديم بلاغات إلى مراكز الشرطة وإلى المحاكم. في حين إذا لم تستجب هذه المراكز الشرطة والمراكز الأمنية والمحاكم في التحقيق في هذه الملفات بصورة صحيحة وبصورة قانونية، فعلى ذوي الضحايا تقديم هذه المستندات والوثائق التي قدموها إلى هذه المحاكم إلى المنظمات الدولية بدورها تعرض هذه على اللجنة المعنية بالإخفاء القسري في الأمم المتحدة وتشرح لهم أن هؤلاء أهالي الضحايا قدموا هذه البلاغات إلى المحاكم وإلى المراكز الأمنية، ولكن هذه المراكز والمحاكم لم تقم بواجبها القانوني والأخلاقي تجاه هذه القضية، ونحن علينا أن ندور هذه القضية بشكل قانوني وبشكل منطقي حتى يتمكن هؤلاء من معرفة مصير أبنائهم. بالتالي تكون هذه الملفات هي اصلا تصل الى هذه المحكمه الجنائيه الدوليه او المدعي العام في المحكمه الجنائيه الدوليه بصوره قانونيه. ذكر الاخ محمد عماد ان هناك يعني القضاء فاشل، هذه من احدى النقاط التي ينتبه اليها المجتمع الدولي وينتبه اليها المحكمه الجنائيه الدوليه. اذا كان القضاء الداخلي والمحاكم الداخليه عاجزه او لم تقم بواجبها القانون تجاه هذه القضايا، فإن المدعي العام من تلقاء نفسه يقوم بإثارة هذه القضية ويقوم بتشكيل لجان للتقصي وتدوين هذه الجرائم بحق من قام بها، ومن ثم يعرضه على المحكمة الجنائية الدولية. نعم. لدينا طريقة أخرى وهي طريقة دولة الطرف في المحكمة الجنائية الدولية، عندما ترى أن هذه الانتهاكات قد استمرت وانتشرت بشكل واسع فإنها عليها أن تقدم بطلب إلى المحكمة الجنائية الدولية بأن هذه الدولة مثلا وهي واقعة دولة العراق تقوم بانتهاكات خطيرة على حقوق الإنسان ووفق القانون الدولي للإنسان وقانون حقوق الإنسان، فيجب أن على المحكمة الجنائية الدولية أن تتحرك وفق القانون في إيقاف هذه الانتهاكات. والنقطة الثالثة وذكرها الأخ محمد عماد من المرصد الأورو المتوسطي مشكورا، وهي المجلس الأمن. الآن دور مجلس الأمن هو دور فاعل، يعني دون هذه الإجراءات التي معقدة والتي تتطلب إجراءات مدة من الزمن، مجلس الأمن له الحق الآن في التدخل بشكل مباشر عن طريق المحكمة الجنائية الدولية بإحالة هذا الملف
ملف المفقودين، وهو ملف كبير وملف خطير وملف ارتكبت فيه عدة جرائم من قبل الميليشيات ومن قبل القوات الحكومية ومن قبل الأحزاب السياسية. فإذا تعود هذه النقطة إلى يعني الإجراءات القانونية، إلى الإطار السياسي عندما تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تدين الحكومة التي هي نصبتها، فبالتالي ستقدم هذه الملفات إلى مجلس الأمن وتقدمها إلى المحكمة الجنائية. ونعود في إطار أو إلى النقطة الأولى، وهي القضية السياسية أو تسييس الملف الإخفاء القسري في أروقة الأمم المتحدة من قبل الدول الأطراف التي تمسك بزمام الأمور في العراق وتحرك العملية السياسية وتحرك الاقتصاد وتحرك، وهذا كله يتم في تجاذبات سياسية واقتصادية ومصالح شخصية. وهنا تضيع الحقوق ما بين مطرقة الإخفاء القسري وسندانة الولايات المتحدة الأمريكية والمصالح الاقتصادية والسياسية في العراق. طيب. إذن يعني يجب أن تكون هناك كلمة قانونية حقيقة يعني في الآن، وهي نقطة مهمة. أستاذ عمر، سأعود إليك مرة أخرى، أبقى معي لو سمحت. أستاذ محمد عماد، يعني أشرتم إلى دور مجلس الأمن الفاعل، وأن أيضا الأستاذ عمر الفرحان أشار إلى أن لمجلس الأمن الحق بالتدخل في هذا الملف، ملف المغيبين قسريا. لو تساءلنا يعني عن أمر مهم، وهو أن العراق تم احتلاله من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل طبعا بغض النظر عن الشرعية الدولية التي يقال إن أمريكا ضربت بالشرعية الدولية عرض الحائط، ولكن من أهداف الاحتلال هو نشر الديمقراطية والمساواة، وهناك مبادئ جاءت بها أمريكا وأرادت تطبيقها في العراق وقد طبقت فعلا، وهذه النتائج التي نراها الآن: تغييب قسري، انتهاكات بحقوق الإنسان، وجرائم كثيرة تحصل في العراق تحت مظلة الدعم الدولي لهذه الحكومات. أستاذ محمد، كيف ينظر القانون الدولي إلى حكومات أنتجتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 2003 وإلى الآن؟ نعم، ينظر القانون الدولي كما ينظر للانتهاكات التي قامت بها القوات الأمريكية إبان احتلال العراق وإلى هذه اللحظة، وما تولد عنها من آثار وانتهاكات إلى هذه اللحظة، بمعنى أن القانون يقف على مسافة واحدة ويجرم كافة الأفعال التي تمس حق الإنسان، سواء في الحياة أو في الصحة أو في السلامة الجسدية أو تغييبه أو حرمانه أو حقه في التنقل دون أن يكون هناك تغييب أو اختطاف قسري كما يحصل الآن في العراق. بمعنى أن حتى الفقه القانوني عندما يتحدث عن الملاحقة الجنائية فهو يتحدث أيضا عن الأفعال التي قامت بها الحكومة الأمريكية، ولكن للأسف ما قامت به القوات الأمريكية نراه الآن على أرض الواقع، فهو ما يجري الآن من امتداد وامتداد لما قامت به القوات الأمنية الأمريكية، يمتد الآن بشكل أفظع للأسف، لأنه يتم على أيدي مواطنين عراقيين أو أفراد أمن عراقيين بحق إخوانهم من نفس الدولة. لكن هذا الأمر أيضا امتد لأن يكون هناك تحالف بين الحكومة العراقية والقوات الأمنية العراقية مع بعض الميليشيات المسلحة التي بدأت تتخذها كغطاء لكافة الانتهاكات التي تجري بحق المواطنين العراقيين. وهذا الأمر يفسر بأنه يعني هناك خلية مشتركة يبدو أنه بين الحكومة العراقية وأولئك الأفراد الخارجين عن القانون، لكن تبقى نظرة القانون هي نظرة واحدة بأن تلك الأفعال هي أفعال مجرمة وبحاجة إلى الملاحقة الجنائية، وأن المنظومة العراقية ككل سواء كانت منظومة قضائية أو منظومة سياسية بحاجة إلى إصلاحات. لماذا العراق تحديدا على أرض الواقع؟ إذا سمحت لي، لماذا في العراق تحديدا وفي الحالة العراقية يعني وفي ظل العملية السياسية نرى أن كل هذه الانتهاكات التي تجري هي لها أهداف سياسية لا يطغى عليها الطابع القانوني؟ لماذا يغيب فقط القانون في العراق تحديدا في هذه الأرض، في هذه المنطقة، هذا البلد النفطي وهذا الموقع الاستراتيجي الذي قامت الولايات المتحدة بإنشاء قواعد أمريكية فيه؟ نعم، لا يخفي على أحد كما تفضل حضرتك أن العراق له موقع استراتيجي وأهمية اقتصادية إلى جانب الأهمية السياسية، لكن كما يعرف الجميع أن المصالح الأساسية للدول العظمى ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي هي عضو في مجلس الأمن بالمناسبة، وهي التي تتحكم في العديد من مجريات الأمور على المستوى السياسي والقانوني على حد سواء،
لكن طالما كان هناك مطامع اقتصاديه وسياسيه للولايات المتحده الامريكيه وغيرها من الدول الكبرى، لا سيما وان جمهوريه العراق او البيئه العراقيه تشهد تنوع على المستوى الطائفي، جعلته بيئه خصبه لبث الفرقه والشحناء بين اطراف او بين مكونات الشعب العراقي. هذا الامر ساعد القوات الطامعه في ثروات جمهوريه العراق بان تستغل هذه الفرصه وان تدخل من هذا الباب لتقوم ببث سموم الفتن داخل جمهوريه العراق، من اجل اولا السيطره على المقدرات الاقتصاديه والثروات الاقتصاديه والثروات النفطيه التي تملكها العراق، وايضا من اجل محاوله تفكيك جمهوريه العراق الى اجزاء من الدول او دويلات يسهل التحكم بها. وهذا الامر نلاحظه قد تم بشكل او باخر عندما تم تقسيم العراق الى مناطق سنه وشيعه، وتم ادخال داعش الى الساحه السياسيه، والجميع يعلم ان هي داعش هي دميه تتحكم بها القوى العظمى من اجل ابتزاز تلك الشعوب ومقدرات الشعوب وحكومات الشعوب، الى ان اصبحت جمهوريه العراق يحكمها حكومه للاسف تخالف القانون الدولي وللاسف تنتهك ابسط القوانين والمواثيق الدوليه. والى الان القانون ضائع في العراق. ساعود اليك استاذ محمد عماد، ابقى معي لو سمحت. بالعوده اليك استاذ نظير الكندوري، طبعا هذا الامر يعني اطلاق الحمله لهذه الحمله للكشف عن مصير المغيبين، هذا المصير المجهول الذي ظل مجهولا الى الان. وكما تفضل الضيوف الكرام وتفضلتم ان عمليات الاخفاء القسري لم تبدا في مع بدء دخول داعش الى العراق، وانما ابتدات مع احتلال العراق عام 2003، والى الان هي في برنامج ممنهج مستمر. في هذه النقطة يعني الناشطون أيضا تحدثوا وكانت من القوة الدافعة لهؤلاء الناشطين بإطلاق هذه الحملة للكشف عن مصير المغيبين المجهول، هو أن مخفيي ثورة تشرين أيضا انضموا إلى مخفيي المحافظات الغربية، يعني مناطق الوسط والجنوب في العراق ومناطق غرب العراق، هذه تمثل شجرة عراقية. ماذا نفهم من ذلك؟ نعم، قبل أن أجيبك عن سؤالك فقط لدي تعقيب على مداخلة الأخ عمر الفرحان، وقال أن المرحلة الأولى يجب اللجوء إلى القضاء المحلي، ثم إذا لم يستجيب فيتم اللجوء إلى القضاء الدولي، لكن هذا الأمر متحقق، هناك آلاف الشكاوى عن والتبليغات عن غياب الآلاف من العراقيين ولم يفعل القضاء شيء، فهذا الشرط قد تحقق، يجب أن ننتقل إلى المرحلة القادمة. هذا الأمر ليس بالجديد أستاذ نظير، هذه مشكلة، هذه يعني الشكاوى هي ابتدأت بعد احتلال العراق وإلى الآن هي مستمرة، ليس بالأمر الجديد. لكن طبعا في مرحلة احتلال داعش نحن وصلنا إلى مرحلة تدويل هذه القضية بسبب يعني تسييس القضاء. فيما يتعلق الآن الحملة التي موجودة على مواقع التواصل، ومن قال أن هذه الحملة هي فقط عن المغيبين من المكون العربي السني؟ هي شملت كل من تعرض إلى التغييب والقتل والسجن بغير وجه حق، لكل المكونات العراقية بضمنها المتظاهرين، هناك المئات بل ربما تصل إلى بضعة آلاف من المعتقلين والمغيبين والمغدورين من هؤلاء المتظاهرين، وفي كثير منهم هم من الشيعة وليس من السنة. هذه الحملة تطالب بحق المغيبين العراقيين بشكل عام وليس ماذا نفهم من ذلك؟ مكون واحد. ماذا نفهم من ذلك؟ أصبح الأمر ليست فقط عمليات تغييب قسري طائفية، وإنما الأمر هو كل من يعترض على هذا النظام الحالي الذي أنشأه الاحتلال الأمريكي في العراق يغيب وينفى من الأرض، ولا تجرى له أي محاكمات عادلة، ولا يكون أصلا موجودا. يعني نحن الآن في صدد البحث عن وجوده، أين هو؟ هناك سجون سرية، تغييب قسري، يعني هناك من الناشطين يعني في هذه التظاهرات الأخيرة، تظاهرات تشرين، من يقول أن من قتل المتظاهرين ومن غيبهم ومن اعتقلهم هو نفسه من قتل وغيب المناطق التي كان يستولي عليها داعش، الفاعل واحد والمحرض واحد، فهؤلاء لا يعني في دفاعهم عن هذا النظام السياسي الموالي لإيران
هم لا يتورعون عن ارتكاب الجرائم بحق كل المكونات العراقية، لكن يبقى هناك خصوصية للموضوع السني كون أن الدولة الراعية لهذا النظام السياسي تبتغي تغييرا ديموغرافيا في العراق وجعل العراق من لون واحد مع على حساب المكونات الأخرى، وهذا ما رأيناه بشكل جلي في المناطق ذات الغالبية السنية. نعم أستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، مفوضية حقوق الإنسان تقول أنه على الكاظمي أن ينفذ تعهداته بالكشف عن مصير المغيبين في العراق، برأيك المسؤولية تقع الآن على من؟ المسؤولية تقع على الجميع، بدءا من المفوضية العليا لحقوق الإنسان، من اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، من المراكز الأمنية، من النواب، من الجميع. يعني هذه المسؤولية تقع على جميع الأجهزة الأمنية والأجهزة الحكومية سواء كانت مدنية أو عسكرية بنظر القانون الدولي، فالجميع هم محاسبون ومقصرون في هذا الملف، ويجب أن تكون هناك دلالات وإشارات قوية على أن هؤلاء إذا كانوا بعلم أو بغير علم، إذا كانوا بعلم على عمليات الإخفاء القسري فهم أيضا شركاء في هذه العملية، وإذا كانوا بغير علم فبمقدورهم أن يقوموا بإجراءات ممكن أن تحد من صلاحيات الحكومة أو تفشل الحكومة، وبالتالي يكون هناك يعني موقف آخر لهذه العمليات ولهذه المجتمع الدولي في النظر في هذه المسألة. إذن يعني الجميع مسؤول في هذه القضية، ولا يمكن تبرير أي حجة أنه قد لا يعلم أو أنه قد سمع أو لم يسمع، فهذه الأمور كلها مرفوضة في أروقة المحكمة الجنائية الدولية. وهناك أمثلة كثيرة وشاهدة على أن هناك مسؤولون كانوا يعلمون أو قد لم يتطرقوا لهذا الموضوع بموقف أو بتصريح، وبالتالي يدينوا في هذه القضايا لأنهم قد يعلمون أن هناك عمليات إخفاء قسري وهناك عمليات إجرامية تجري في مناطقهم ولم يبلغوا عنها ولم يأخذوا موقفا منها، وبالتالي الجميع هم مسؤولون عن هذه الجرائم التي تحدث في العراق سواء كانت في 2003 وسواء ما تحدث في هذه الأيام وإلى هذه اللحظة. يعني حكومة الكاظمي عندما تسلم مهام أموره هناك 14 انتهاك أو أكثر من 14 انتهاك قد وقع من ضمنه عمليات اعتقال تعسفية، وإلى الآن لم يعرف مصير هؤلاء الثلاثة الذين أخفوا في هذه الأحداث الأخيرة في عند تسنمه في بغداد. وأيضا هناك يعني الملف كان بيده عندما كان رئيسا للمخابرات، وعندما تسلم السلطة أيضا كانت يعني هو على علم ودراية في هذه الأمور كلها، ولا يلقي أحد باللوم أو بالمسؤولية لطرف على طرف آخر، ولكن الجميع مسؤول. من المفوضية لها دور، يعني المفوضية لها المفروض وفق القانون أن تكون لها موقف في عملية التحقيق والتدقيق ومعرفة مصير هؤلاء. إلى الآن المفوضية عاجزة، بل الجميع حتى الوزراء حتى النواب حتى رئيس الحكومة وحتى رئيس الجمهورية هم عاجزون أمام تسلط ونفوذ الميليشيات في العراق. نعم أستاذ محمد عماد، يعني هناك حملة الآن حاليا يطلقها ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما رأيتم ومثل ما سمعتم بعنوان وين هم لمعرفة مصير آلاف المغيبين، هل هناك خطوات سوف يتخذها مركزكم من أجل دعم هذه الحملة أو المرصد؟ نعم، نحن كمرصد دور متوسط لحقوق الإنسان وحتى قبل انطلاق هذه الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي كنا على تواصل دائم مع صناع القرار سواء على المستوى الداخلي داخل جمهورية العراق كسلطة تشريعية أو برلمان عراقي أو حتى مع الحكومة العراقية، وأيضا حتى على المستوى الدولي مع المقررين الخواص بحالة حقوق الإنسان سواء كان في جمهورية العراق أو على في مستوى الأمم المتحدة. وبالتالي
نحن نتواصل مع كل الأطراف بشكل دائم، ونطلق بيانات ونطلق نداءات ونطلق تقارير ونترجمها إلى عدة لغات من أجل تسليط الضوء بشكل كبير جدا على ما يجري داخل جمهورية العراق، وفور انطلاق حملة وينهم التي الهاشتاج الذي حمل وسم وينهم، قمنا بالتغريد على هذا المنشور أو هذا الاتجاه، كون أن هذه قضية إنسانية حساسة تهم أي إنسان قبل أن يكون هناك مؤسسة حقوقية تعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية العراق أو على المستوى الدولي. وبالتالي يعني شهدنا بعض ردود الأفعال على المستوى الإقليمي، دعنا نتحدث بشكل أوضح فيما يتعلق بالحملة، لكن وبدأ هناك العديد من الأشخاص سواء على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي، إضافة إلى المستويات المحلية التي أصبحت تشارك على هذا الوسم بشكل كبير، لكن نحن بحاجة إلى وجود تدخل أكبر أو مشاركة أكبر من قبل الجهات الدولية، وهذا ما نأمله. لكن الظروف الراهنة للأسف مع انتشار فيروس كورونا اللي كان له التأثير السلبي الأكبر في عدم تجاوب المجتمعات الدولية أو المؤسسات الدولية المعنية بحالة حقوق الإنسان مع قضية المختفون قسريا داخل العراق، هذا الأمر ليس هو حجة، لكن الآن خلال مراسلتنا هذا هو الرد، لكن ننتظر أن تنتهي هذه الأزمة من أجل أن نقوم بإعادة التواصل مرة أخرى، أو يكون التواصل مرة أخرى يعاد التواصل مرة أخرى من قبل المؤسسات الدولية، كون أن المؤسسات الحقوقية تعمل أو تبذل ما بجهدها من أجل توثيق ورصد الانتهاكات التي تجري داخل جمهورية العراق. لكن إلى ذلك الحين نتمنى أن يكون هناك أذان صاغية تحمي الحقوق العراقية من قبل الحكومة العراقية. نعلم أن الحكومة العراقية لها باع طويل من التقصير والمشاركة في الإمعان في هذه الانتهاكات، لكن نتمنى أن يكون هناك أو يؤدي الضغط الشعبي الذي يشارك به الأفراد والمثقفين وصناع الرأي على وسائل التواصل الاجتماعي من أن يحدثوا أي تأثير داخلي ولو بالبسيط من أجل وقف الانتهاكات، تمهيدا لأن يكون هناك تدخل دولي، وهذا ما نأمله، أو تشكيل لجان تقصي حقائق من أجل التحقيق في الانتهاكات التي تجري وما التي كانت تجري في العراق وما زالت، وأيضا من أجل تقديم المخالفين للقانون الدولي للمساءلة الجنائية وللمحكمة الدولية. نعم، شكرا لك أستاذ محمد عماد. أخيرا أستاذ نظير الكندوري، ما هي المصلحة الإيرانية التي تحدثتم عنها؟ قلتم بأن هناك دولة جارة لها مصلحة في تغييب العراقيين قسريا، ما الذي ستستفيده إيران من تغييب العراقيين قسريا؟ طبعا هذا النهج يعني تتبع كل الأنظمة الدكتاتورية أو الأنظمة التي تحاول أن تستعبد شعوبا غير شعوبها من خلال محاولة الإرهاب ومحاولة أن يجعلوا من الآخرين عبرة لأي شخص يفكر بمقاومة يعني احتلالهم أو نفوذهم. لكن أنا يعني ما أريد أن أوجه يعني عتبي أو اتهامي لبعض السياسيين الذين يستخدمون النفاق السياسي. حقيقة كثير من السياسيين السنة، ولا أريد أن أسمي لأنهم كثيرون، جاءوا بالانتخابات السابقة بحجة أنهم سوف يأتلفون مع الأحزاب التي تمثل الميليشيات ويمثلون القتلة، على أمل أن يساعد ذلك في إرجاع المهجرين وإخراج المسجونين ومعرفة مصير المغيبين، لكن وبعد مرور أكثر من سنتين لم يفعلوا شيء، وما زالوا لحد الآن. وحتى في هذه الحملة كثير من رموز هؤلاء السياسيين السنة يغردون بأنهم يطالبون بمعرفة مصير المغيبين، وماذا فعلتم منذ سنتين؟ هذا النفاق مستمر في يعني سياستهم، ويدلل على أنهم هم يستغلون حالة المعاناة التي يعاني منها أهالي وذوي المغيبين لأهداف سياسية ولأغراض شخصية، هذه حقيقتهم. وإلا لماذا لم تفعلوا ولم تضغطوا من أجل معرفة مصير هؤلاء المغيبين؟ نحن أمام حالة أن هذا النظام لا نرجو منه أن يصل إلى مرحلة يكشف لنا عن مصير المغيبين، إنما يجب أن يتم تدويل هذه القضية بأي شكل من الأشكال لمعرفة مصير هؤلاء. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ نظير الكندوري الكاتب والباحث السياسي لوجودك معنا في هذه الحلقة، وأشكر ضيوفي الكرام لوجودهم معي في هذه الحلقة، الأستاذ محمد عماد الباحث القانوني في المركز الأورو متوسطي، نشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد عماد، وأيضا شكرا لك
أستاذ عمر الفرحان مدير المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. في ختام هذه الحلقة أشكر لكم مشاهدينا الكرام طيب المتابعة وإلى اللقاء.